وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. طقس النهاردة هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بس بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هدى، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن بدأنا نلاحظ من يعني امبارح مثلا إن الجو رجع يدفى تاني شوية، ابتدى يحصل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، طمنينا أخبار الجو إيه النهاردة؟ بالفعل إحنا بدأنا نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية في معظم المحافظات البصرية، إقرار تام في الأحوال الجوية. بداية تأثرنا في الكتل الهوائية الصحراوية اللي هتكون مرتفعة افريقيا درجات حرارتها، فعشان كده ابتداء من النهاردة هيكون في ارتفاع تدريجي افريقيا درجات الحرارة. الارتفاع ده بمعدل من درجتين إلى 4 درجات في معظم محافظات البصرية، درجتين طبعا عن الأمس، لأن بالأمس كانت العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية. اليوم متوقع ان احنا نسجل قيم درجات حراره ما بين 20 و21 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي بالفعل هنحس بمزيد من الدفء واحساسنا بالضغط الشتوي المائل للدفء على المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره الكبرى وشمال الصعيد. طقس ادفى في المناطق الجنوبيه لان قيم درجات الحراره في المناطق الجنوبيه بتكون اعلى، فطقسها بيكون دافي بشكل كبير خلال فترة النهار في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ده بيكون في فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون محسوس أكثر في التحديد المتأخر اللي هي فترات الفجر، فترة الصباح الباكر هتظل درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير، أجواء شديدة في البرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة وقت الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، توصل لحد التقية على المزروعات الموجودة في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، لأن الأمس فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة أقل من 5 درجات خلال فترة الليل. الأماكن المفتوحة بشكل كبير، المدن الجديدة، الأماكن لها ظهير صحراوي بتحس بالبرودة أكثر في يعني فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. الظاهرة الجوية اللي دايما بتأثر معانا في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية الشبورة بالظبط، طبعا الشبورة المائية هتكون معانا خلال الأيام اللي جاية كمان. يمكن اليوم كانت شبورة مائية خفيفة، لكن بكرة الخميس والجمعة هتكون شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر. بالإضافة كمان إن إحنا اليوم هيكون عندنا فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لكن هي فرص خفيفة مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. ممكن كمان بعض المحافظات نشهدها والأخرى لا، فمجملها مفيش منها أي قلق تماما. بعد كده الأحوال الجوية مستقرة، الارتفاع ده هيستمر معانا لحد يوم الأحد اللي جاي، وهيكون كمان بشكل تدريجي، يعني هيكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال الأيام اللي جاية. فعشان كده بنأكد على كل السادة المواطنين بلاش تكسير الملابس، بلاش الاستخدام بأشعة الشمس والدفء اللي هنحسه الأيام اللي جاية بشكل كبير، لأن فترات الليل هيظل فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة، فيفضل طبعا الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، تجنبا طبعا نزلات البرد. مهم كمان إن احنا القيادة تكون بهدوء تام وحذر كتير فترة الصباح الباكر مع الشبورة المائية بالفعل، وطبعا نتابع النشرات الجوية لأن بعد الارتفاعات دي هيكون في انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة. يعني على العموم طبعا بالنسبة لان احنا في شهر طوبة بالتقويم القبطي، ده يعتبر من الاجواء الجميلة اللي احنا عايشينها، وزي ما قالوا زمايلي مصطفى وبسنت في اول الحلقة، مصر الحمد لله بتتمتع بطقس دافئ. احنا دلوقتي عندنا طقس جميل جدا، ويعني اللي يقدر يخرج ويستمتع بأشعة الشمس مع مراعاة النصائح اللي بتقدمها لنا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. طبعا بنشكر حضرتك جدا، ودلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 والعاصمة الإدارية 20-10، الإسكندرية 20-10 والعلمين الجديدة أيضا 20-10، مطروح 19-10 ودمياط 19-12، بورسعيد 20-10 والإسماعيلية 21-9.
في السويس العظمى 20 والصغرى 11 وفي العريش 20-8، كاترين 14-1 وطابة 18-10، حلايب 23-18 وشلاتين 26-16، شرم الشيخ 23-15 والغردقة 23-14. في الفيوم العظمى 20 والصغرى 10 وفي بني سويف 20-6، الوادي الجديد 21-6 وأسيوط 20-7. أما في سوهاج 21-7 وإنا 22-8، الأقصر 23-9 وأسوان 23-10. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، دلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى وبسنت ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هالة. شكرا.